مرحبا بنات، اهلا وسهلا فيكم في فيديو اليوم. اليوم باذن الله راح اتكلم عن كيف تخلصت من الحبوب من على بشرتي في 3 شهور بس، وكانت هذه 3 شهور قبل زواجي. اول ما جاء زواجي الحمد لله بشرتي صارت ما فيها ولا حبة، المسامات اللي على انفي والرؤوس السوداء ما في. طبعا انا قد ذكرت لكم في سناب شات انه في صوره قديمه كذا عام 2014 جالسه اتكلم فيها عن انه بشرتي كيف انعدمت فجاه، صار يطلع فيها حبوب، ما في حياتي كان يطلع لي حبوب زي كذا، وان الحبوب هذه جلست تتوالد، صار كذا في حبه الام صارت توزع عيالها على كل انحاء البشره، يعني الوضع صار مره اكس. هذيك الايام كانت ايام اول ما انخطبت، وكان خلاص يعني بقي على زواجي 6 شهور. فرحت جربت عيادات، رحت كلمت دكاتره، الين ما وصلت لدكتوره واحده. هذه الدكتوره الله يسعدها ان شاء الله قالت لي على معلومه، الروتين حق بشرتك كل ما كان بسيط كل ما كان لطيف خفيف على بشرتك كل ما تخلصتي من الحبوب أسرع. قالت لي إنه بشرتي تضررت مو بسبب هرمونات أو بسبب سوء تغذية أو شيء زي كذا، إنه يا إنه كان سوء عناية إني كنت مرة أعتني بزيادة على اللزوم، أو إنه المنتجات اللي كنت أستخدمها في هذاك الوقت هي اللي دمرت بشرتي. انتبهوا، أباكم تجيبون كوب شاهي إذا عشان الفيديو صار طويل، وأباكم تجيبون ورقة وقلم تكتبون إيش راح أقولكم النصائح. أول شيء وأهم حاجة يا بنات، مكياج لا، ما تنامين بالمكياج. تبغين الحبوب تطلع منك ممنوع، حتى لو انك بتموتين من النوم، حتى لو بتموتين من التعب ممنوع تنامين بالمكياج. فاليوم انا راح استخدم مزيل المكياج من غارنيير اللي هو ماء ميسيليار منظف. طبعا وقتها ما كنت استخدم هذا الشيء، كنت استخدم حق بايوديرما، نفس الشيء ما يختلفون ابدا عن بعض، نفس الشيء بالعكس، هذا سعره ارخص من بايوديرما. حاجة رح اسويه ان هو ان اخذ قطنة، رح ابدأ بازالة مكياج العيون. والنصيحة يا بنات اللي يعني بجد من قلبي اقول لكم اياها، نصيحة من قلبي، خلال الفترة هذه او قبل زواجك ب3 شهور عشان تستعدين لزواجك، ولما او يعني اذا انت ما رح تتزوجين بس انه تبغين تتخلصين من الحبوب، نصيحة من قلب، مكياج خففي من المكياج، خصوصا من كريم الاساس، من البلاشرات الكريميه، وخففي منها. ما راح اقول لك وقفي، بصراحه انا ما وقفت، كنت اسوي مكياج مره في الاسبوع بس. هذه اهم نصيحه. شايفين الحين جالسه امسح من تحت عيني عشان بقايا المسكره والكونسيلر. هذه القطنه الكبيره مسحت فيها عيوني الثنتين ومن تحت عيوني. من الجهه الخلفيه راح امسح الروج. الآن راح أمسح كريم الأساس أو الوجه كامل مع الأذن مع الرقبة. من عموم يا بنات، لما يكون فيك حبوب لا تضغطين ولا تحاولين إنك يعني كذا تحاولين بشرتك إنك تضغطين عليها بقوة وتفركين، لا، بنعوم تعاملي مع الحبوب كأنهم بيبيز، كأنهم أطفال. طبعا أنا أحب هذا القطن مرة كثير لأنه أقدر أستخدمه من الجهة الأمامية بعدين أرجع أستخدم هنا من الجهة الخلفية. مهم جدا 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 انك تتخلصين منهم بالتمام، عشان كل ما انسدت المسام حقتك كل ما طلع لك حبوب. الان بعد ما ازلت المكياج راح انظف وجهي بالغسول، ولكن راح استخدم جهاز عشان يساعدني في تنظيف البشرة بشكل اعمق. جهاز هذا اسمه لونا ميني 2 من شركة فوريو، شركة سويدية. للبنات اللي مو متابعين الاصدارات السابقة من نفس الشركة، طبعا انا قبل زواجي كنت استخدم الجهاز السابق القديم، لكن الحين طلعوا جهاز جديد. هذا الجهاز يختلف عن كل الأجهزة السابقة ويعتبر من الجيل الثاني. الجيل الثاني طبعا مطور عن كل الاصدارات اللي قبل، يجيك قطعة واحدة كاملة تناسب جميع أنواع البشرة، عكس الإصدارات السابقة اللي كانت لكل نوع بشرة جهاز معين. الجهاز يحتوي على شعيرات سيليكونية، إذا تشوفون ناعمة جدا، اللي تحت الجزء هذا السفلي شعيرات ناعمة جدا وصغيرة تناسب البشرة الحساسة إلى العادية. بعدين الرأس من فوق راح يكون فيه شعيرات أكبر تناسب الأجزاء الدقيقة، زي مثلاً طيات الأنف. شايفين طيات الأنف تكون دهنية أكثر، يناسب إنك تنظفين في طيات الأنف. أما الجزء الخلفي راح يكون الشعيرات السيليكونية هذه أكبر وأسمك، هذا الجزء يناسب الأجزاء الدهنية في بشرتك. يعني مثلاً زي أنا الآن بشرتي مختلطة، الخدود عندي جافة،
لكن التي زون اللي هو الجبهة الأنف الدقن كلها دهنية، فاستخدم هذا لجميع أجزاء وجهي أولا، بعد كذا استخدم هذا الجزء للتي زون حقي، بعدين الجزء هذا اللي فوق استخدمه للطيات حقة الأنف عشان أنظف بشكل ممتاز وتام وكامل في 8 سرعات. من هنا تشغلينها، تعلين السرعة كذا أو تخفضينها، أنا أحب أخليها وسط الآن استخدامي. لكن في يوم من الأيام كنت مقشرة بشرتك وتحتاجين تنظيف مرة خفيف ولطيف، خفض السرعة لآخر شيء. أما لو كنتي في يوم حاطة ميكب مرة ثقيل وتحتاجين تنظيف عميق جدا وقوي، زودي السرعة. في ميزة جميلة جدا ومميزة مستحيل تلاقينها في الأجهزة الثانية، وهي ميزة إنها تعمل بنبضات تي سونيك المطورة عن النبضات الموجودة بالأجهزة السابقة، حيث إنها تساعد في إزالة الأتربة وبقايا المكياج، الدهون والزيوت من داخل أعماق 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 بشرتك. اللي يميز هذا الجهاز طبعا أنه راح يظل معك كامل مكمل لمدة 2-3 سنين 10 سنين، ما يحتاج أنك كل شيء تغيري راس، تروحي تشتري، تروحي تطلبي أونلاين راس جديد وما أدري إيش، لا خلاص هو جهاز كامل يجلس معك إلين 10 سنين. إيش اللي يميز هذه الشعيرات السيليكونية عن الفرش اللي بشعيرات نايلون؟ الشعيرات هذه بنات ابدا ما تكوم عليها البكتيريا، تظل نظيفه عندك للابد يعني بدون بكتيريا، لانه انت ما تلاحظي دائما لما تروحي المستشفى يقول لك يعطوك كريمات وقت ما يكون بشرتك متهيجه وفيها حبوب، انتي بكتيريا انتي بكتيريا ضد البكتيريا عشان الحبوب حقتك خلاص يعني تروح. فالجهاز هذا يضمن لك بانه ابدا ما راح يكون عليه بكتيريا، بالتالي بشرتك راح تظل نظيفه كل ما نظفتي. تشحنينها من الخلف من هنا كل 6 شهور مرة، في حال لو استخدمتيها مرتين، أو مرة في السنة لو استخدمتينها مرة واحدة بس في اليوم. 100% ضد الموية، أنا استخدمها في الشاور طبعا، ما رح تخرب عليك، تقدرين تستخدميها في الشاور وانتي تستحمي. صدقوني هو استثمار لك، صحيح رح تدفعين مبلغ مرة كبير لكن رح يظل معاكي فترة مرة طويلة، رح يعطونك عليه ضمان 2 سنين، رح يعطونك ضمان جودة لمدة 10 سنين. أنصحكم فيه لأنه كان أحد الأسباب الرئيسية والكبيرة في أني تخلصت من الحبوب. في الفترة هذه كبنات استخدمت غسولين للوجه أو صابونين للوجه حقي، رح أشرح لكم نقطة نقطة عشان تفهموني. أول غسول كنت استخدم اللي هو سيتافيل، غسول طبي رح تحصلونه في كل الصيدليات. الجميل في هذا الغسول يا بنات انه ينظف لك البشرة بعمق بدون ما يجففها، بدون ما يحس كذا ان بشرتك شوي وتنشق اذا ضحكتي ولا شيء، لاني اكره هذا الاحساس. طبعا استخدمت نوعين هذيك الفترة، النوع الاول كان للبشرة العادية والدهنية، والنوع الثاني كان مكتوب عليه للحبوب فور اكني. كنت استخدم هذا الغسول كل يوم ما عدا 3 أيام في الاسبوع اللي هي الويكند، 3 أيام الاخيرة من الاسبوع ما كنت استخدم هذا، كنت استخدم الصابونة هذه. صابونة هذه بنات أنا في بداية أخلي مسؤوليتي عن أي وحدة تستخدمها بشكل مبالغ فيه. صابونة اسمها كوجي سان أورنج وايتنينج سوب، تحتوي على حمض الكوجيك اللي هو كوجيك أسيد، هذا الحمض يساعد على تقشير البشرة، بالتالي تظهر بشرة جديدة فاتحة منورة مشرقة، يعني كل أثار الحبوب رح تنشال بإذن الله خلال هذا 3 شهور. هذا المنتج إذا استخدمتيه يعني بشكل مبالغ وأكثر من اللازم بشرتك رح تنعدم، رح يصير يعني شفتوا لا أفرط ولا تفريط، يعني باختصار إذا أفرطتي في الشيء رح يجيك عكس المتوقع تماما. صابونة جدا جميلة. أنا كان الهدف من برنامجي الهدف كان من البرنامج حقي في عنايتي قبل الزواج ب3 شهور زي ما قالت لي الدكتورة، make it simple، خليه بسيط يا رنا، لا تكثرين لا تسوين لا تحطين، شلت السيريوم شلت مدري ايه شلت التونر شلت كل شيء تخيلوا، بس صرت استخدم 3 حاجات او 4 خطوات او 3 خطوات. كل الاشياء بنات رح احط لكم رابطها تحت في صندوق الوصف. حاجة رح اسويها انه ابلل الجهاز واغلب الوقت استخدمه، احط نقطة يمين نقطة يسار نقطة تحت نقطة فوق، تشغلين الجهاز تبدأين بالخدود. أول حاجة تنظفين بشويش. تعرفون إيش الحلو في هذه الشعيرات يا بنات السيليكون؟
انها ما تهيج البشرة. طبعا انت كل ما هيجت البشرة كل ما كثرت الحبوب وازدادت، وهذا اللي تسويه شعيرات السيليكون. طبعا اللي بشرتها حساسة جدا جدا راح تناسبك هذه الفرشة تماما، لانها سيليكون وناعمة تشبه الاصابع بس انها بحركة اقوى، يعني بفعالية اقوى من الاصابع. اوكي كذا الجهاز اذا سمعت النغمة قال لي خلاص خلصتي دقيقة واحدة. مستحيل مستحيل ابدا لا تثقون باي منتج مزيل للمكياج، ما راح يزيل لك اياه من الاعماق. اذا شايفين كريم الاساس، شوفوا تشوفون بقع كريم الاساس. الان راح اغسل الجهاز من جميع الجهات، راح انشف وجهي بلطف بدون فرك يا بنات، بس اضغطي اضغطي على بشرتك، لا تفركين. كل ما فركتي بشرتك كل ما هيجتي الحبوب. بعد ما نشفت وجهي الان اللي اشوفه بشرة مشدودة حلوة كذا لميعة كذا، تحسون فيها لمعة. طبعا الشد هذا اللي اقول لكم عليه انه احس بشرتي مشدودة، مو مشدودة كأنها جافة مرة، لا كذا مشدودة بشكل مرة حلو. الحلو كمان البنات في الجهاز هذا، للبنات اللي يعانون من الرؤوس السوداء انا اضمن لكم بعد 3 شهور راح الرؤوس السوداء والبيضاء راح تخف بشكل كبير جدا جدا من انفك ومن الدقن، من الجبهة حقتك راح تخف يا بنات صدقوني. لا والبنات اللي زي اللي تصحى الصباح وتحس انفها مرة مدهن، هذا الشيء راح يخف 100%. انا كنت دائما كل ما اصحى الصباح اشوف خشمي مرة مدهن بزيادة على اللزوم، الان او بعد استخدامي لهذا الجهاز يخف، ما راحت تماما لكن خفت، يعني شكلي ما صار يعني محرج شوي اول ما اصحى من النوم. كمان حاجة ولا عمري قد سمعت اي احد يذكرها في العالم كله، اللي عندهم جيوب انفية هذا الجهاز مرة ممتاز، يسوي لك مساج مرة حلو. انا مرات لما اصدع من الجيوب الانفية حقتي على طول اروح استخدم الجهاز، ما اعرف ايش السر، يسوي لي مساج مرة يجنن على انفي جبهتي. عاد تعرفون اللي عندهم جيوب انفية يعرفون. خطوة الثانية او الاخيرة او ما قبل الاخيرة عفوا، وهي اني راح استخدم مرطب برضو من سيتافيل. المرطب مو نفسه اللي استخدمته قبل، اللي قبل استخدمت مرطب عادي for all skin type كان لكل انواع البشرة. الان اللي انصح فيه لكل البنات انك بعد ما تغسلي بالغسول استخدمي مرطب خالي من الزيوت، هذا oil free ومعه SPF 30 مرة حلو للصباح. بما انك راح تستخدمين هذه الصابونة، هذا الصابونة راح تحسس بشرتك شوية. من المهم جدا انك اذا كنتي خلال الدوام او بتداومي، المهم جدا انك تستخدمي حاجة فيها SPF 30، لانه خلال تقشير بشرتك مهم وضروري جدا انك ما تعرضين بشرتك لأشعة الشمس بشكل كبير، لانه كذا ممكن تدمرين بشرتك تماما. بسم الله. اخر شيء راح ارطب شفايفي وراح استخدم المرطب ليب كلو من ديور. طبعا وقتها ما كنت استخدم هذا المرطب بس عادي، يعني استخدمه اي مرطب مو شرط، عنواننا اليوم انه هو كيف نتخلص من الحبوب. طبعا يا بنات قبل زواجي خلال هذه الفترة 3 شهور او حتى قبلها ب6 شهور ابدا ما رحت سويت لبشرتي اي شيء، يعني ما رحت ابدا لا مشاغل ولا عيادات ولا شيء، كل اللي رحته 3 أو 4 عيادات بس كنت ابغى حل للحبوب فقط، ما كنت اطلب ابدا انه ابغى اصير مدري ايش ومدري ايش. خلال ال3 شهور قبل زواجي اعتمدت على هذا الجهاز وهذا الروتين البسيط. قبل زواجي ب10 ايام رحت سويت بس تقشير بالاحماض بعد ما تقشرت بشرتي وخلاص كذا، يعني قبل زواجي ب3 ايام 4 ايام سويت تنظيف بشرة عادي، تنظيف بشرة جدا بسيط وعادي. يعني يوم الزواج كل الناس انصدمت من بشرتي كيف تغيرت، صارت صافية ما في حبوب. والصدمة انه اختي جالسة تقول لي رنا كيف المسام حقتك صغرت، يعني كيف كذا سبحان الله ما اعرف يعني، بس الحمد لله الحمد لله صدق مرة كنت فخورة في نفسي، كنت مرة مبسوطة هذيك الفترة. محلات الشراء لهذا الجهاز راح اذكرها لكم تحت في صندوق الوصف. اشوفكم ان شاء الله على خير، ومن قلبي اتمنى يكون الفيديو مرة مفيد، ومع السلامة.